في هذه الحلقة لدينا تجريع منتج كوبا كلور، الذي هو كوبالت كلورايد، كلورير الكوبالت، من أجل تزويد الحيوانات ووقايتهم من نقص الكوبالت، وبالتالي نقص الفيتامين بي 12. نعطي الكوبالت للأغنام، وهي تصنع بنفسها عن طريق رومن مايكرو أورغانيزمز، العضية المجهرية للكرش، تصنع الفيتامين بي 12، هذا كوبا كلور، بحيث أنه تركيزه هو 1 ميليغرام كوبالت، كوبالت لوحده في المليليتر. الحيوانات التي تزن، الركومنديشن بصفة عامة، أنا أتبع ركومنديشن آخر، الركومنديشن بصفة عامة من أجل هذا التركيز 1 ميليغرام كوبالت CO2 زائد في المليليتر. إذن الحيوانات التي تزن من 10 إلى 20 كيلوغرام نعطي لها 10 مليلتر 10 سي سي. الحيوانات التي تزن من 20 إلى 40 كيلوغرام وزن إجمالي نعطي لها 15 مليلتر 15 سي سي يعني. والحيوانات التي تزن فوق 40 كيلوغرام وزن إجمالي يعني البالغة نعطي لها 20 مليلتر. بالنسبة للخرافة التي لم تفطم بعد، ما زالت تحت أمهاتها، ما زالت ترضع الحليب، نعطيها الفيتامين بي 12 مباشرة، إما تجريع إما حقن. بالنسبة للفيتامين بي 12 حقن أو تجريع، حقن أو تجريع، الاتصال بالبيطري المحلي من أجل الكوبالت، أيضا الاتصال بالبيطري المحلي، هذا من أجل الفلاح.
هذه عدة أيام تلد. الكوبات جيد للحمل ويقول العلماء بأنه عندما نعطي النعجة الحامل عنصر الكوبالت سوف يزداد الفيتامين ب12 في الجنين، يزداد عند الأم ويمر عبر المشيمة عند الجنين، ونلاحظه على شكل الفيابيليتي، الحيوية المواليد، يعني يزداد النشاط والحيوية. هذه أيضا في نهاية الحمل، وبالتالي الكوبالت ينقص من نسبة الوفيات بين المواليد، نسبة النفوق بين المواليد. عندنا هذه نعجة مرضعة، الكوبالت مليح جيد للمرضعات، ونعاج الحلوب.
هذه ايضا، هذه ايضا في نهايه الحمل. من احد اعراض نقص الكوبالت او نقص الفيتامين بي 12 هي الاجهاض، خاصه في الحالات الشديده. انتهى.